اهلا بكم شباب وفيديو جديد على قناه ليدو جيمز ولعبه ارينا بريك اوت الموسم الثاني. في الفيديو اللي فات اتكلمت عن مود الباتل رويال وده كان موجود في الهضبه الشماليه، لكن اليوم اتكلم معاكم عن حدث جديد او مود جديد في خريطه المزرعه، وده بيكون في جزء صغير جدا من المزرعه وليست المزرعه بالكامل. مود هجوم المركز التجاري، وده بيكون في مركز نقل الحبوب داخل المزرعه، وده بيكون في وقت محدد جدا غير الوقت اللي انت متعود عليه. الوقت بيبدا من 15 دقيقه. مطلوب منك انك تسيطر بالكامل على منطقة نقل الحبوب داخل المزرعة. عندك هنا فرص جميلة جدا لان مفيش مفاتيح، مفيش ابواب مغلقة، اي باب عندك موجود فهو مفتوح سواء كان في مركز نقل الحبوب او في اي مكان داخل الجزء الصغير من المزرعة. المود جامد جدا يا شباب لان طبعا النسخة اللي معايا فهي بيتا، فطبعا مفيش لعيبة كتير، لكن المود لما ينزل في النسخة الرسمية بيبقى الوضع مختلف خالص. تخيل انت لما يكون عدد كبير من الناس او الاسكوادات بيكون موجودة كلهم هدفهم اللي هم يوصلوا للمكان اللي فيه الخزنة اللي موجودة في المكان ده بالتحديد، وطبعا زي ما قلت لك مفيش مفاتيح، الباب بيفتح بشكل طبيعي جدا. الخزنة اللي موجودة، طبعا انا كنت اتكلمت عن موضوع الخزنة ده قبل كده، كانت في النسخة الصيني. الخزنة موجودة بيديلك 60 ثانية عقبال ما تفتح الخزنة، ده غير برضو الصوت اللي طلع منها ده هيعمل لك فضيحة وهيخلي اي حد حواليك او جنبك هيعرف ان في خزنة بتتفتح، وهتتلاقي الدنيا كلها بقت عندك فوق. فالمطلوب منك سواء كنت نازل لوحدك او نازل مع سكواد انك تحافظ على المكان ده. انا عايزك تموت في المكان ده، يعني ما تخليش اي حد يطلع ياخد اللوت اللي موجود في الخزنة. فالخزنة دي طالما انت طلعت وفتحتها تبقى بتاعتك يا معلم، يبقى انت مفيش استسلام، تفضل موجود في المكان ده لحد لما الخزنة تفتح وتاخد اللوت بتاعك وتتكل على الله تطلع خالص من الخريطة. عندك الوقت زي ما قلت لك قليل جدا، فمطلوب منك انك تطلع في الوقت المناسب عشان اللوت بتاعك ما يروحش منك. هقول لكم على حاجة شخصية، دي يعتبر المرة التانية اللي يطلع لي فيها أسد ذهبي بصراحة. يعني شوف انا بقالي قد ايه بلعب ارينا بريك اوت، وتاريخ ارينا بريك اوت من اول لما حاجه اسمها ارينا بريك اوت اتعملت وانا بلعب ارينا بريك اوت، دي يعتبر المره الثانيه فعلا اللي انا يطلع لي اسد ذهبي. المره الاولانيه برده كان في المزرعه وده كان محطوط على مكتب كده لوحده، ودي يعتبر المره الثانيه اللي انا افتح فيها خزنه الاقي فيها اسد ذهبي. بلاقي على طول حاجات هبله وعبيطه، عمر في حياتي ما لقيت اسد ذهبي خالص نهائي، دي يعتبر المره الثانيه. بامان هي مساله حظ بصراحه او تعرفش بقى الواحد منحوس يمكن، لان انا مش متعود على الحاجات دي، فنادرا لما انا بلاقي حاجه زي كده موجوده، وده لقيته في الحدث الجديد اللي موجود في المزرعه.
وفي النهاية ده كان شرح سريع عن حدث هجوم المركز التجاري اللي موجود في خريطة المزرعة. هنتظر تعليقاتكم، اوعى تنساني باللايك واللي اشترك في القناة. ان شاء الله برضه هشوفك فيديوهات تانية كتيرة. اشوفكم على خير وسلام.